مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. وبناء على طلب السادة الكرام المشاهدين، هنحلل سهم انفيديا مرة أخرى في خلال فترة أقل من 7 أيام بناء على طلب الناس. ليه؟ لأن إحنا كنا اتكلمنا على السهم ما فيش من 5 أيام تداول لما هبط بعنف بسبب الإعلان عن ديب سيك. أما الآن وبناء على طلب السادة الكرام، نعاود مراجعة السهم، ولكن في ضوء ما شرحناه بالتفصيل في الفيديو السابق القريب. وبناء على ذلك نلقي نظرة على أداء السهم ونقول إن الاتجاه العرضي قصير الأجل اللي كان بيتحرك فيه على الإطار الزمني القصير فيما بين الدعم عند 130 والمقاومة عند 150، هذا الاتجاه العرضي انكسر. انكسر الدعم الخاص بيه بفجوة سعرية هابطة عند الإعلان عن موضوع ديبسيك، ثم 3 أيام متتالية استمرار إغلاق متتالي تحت مناطق 130، مما يعني أن الاتجاه العرضي القصير انتهى، وأن الاستراتيجية المضاربية قصيرة الأجل فيما بين الدعم والمقاومة لم تعد صالحة. الأزمة مش بس في كده، إن السهم الآن يهدد خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل الأسبوعي اللي كنا راسمينه مع بعض بسبب الفجوة السعرية المذكورة العملاقة. ومش بس كده، لأن في نفس يوم الفجوة اللي كسر فيها الدعم القصير كسر فيها خط الاتجاه الصاعد الطويل، وتستمر التأكيدات، ولكن التأكيدات التي تعنيني هنا هو إغلاق الجمعة الذي جاء أيضا تحت خط الاتجاه الصاعد المكسور. هتقول لي ايه اللي يفرق؟ عفوا، ايام التاكيد اللي كسر بيها واكد الثبات فيها تحت 130 يومين ثلاثه، دي تاكيدات تخص الاتجاه قصير الاجل العرضي. لكن اغلاق الجمعه تحديدا اغلاق اسبوعي يهمني، لانه للاسف الشديد يؤكد كسر خط الاتجاه الصاعد للاسفل. يعني الكسر الحاصل للاسفل يؤكد كسر هذا الخط الصاعد. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا كده كسرنا خط الاتجاه ومنتظرين اسبوع اخر اضافي تاكيد. خلي بالك، لان الرؤيه الطويله الكسر اسبوع والتاكيد اسبوع اخر، دي حاجه. تاني حاجه، استمراريه الاغلاق اسبوع كامل تحت المستوى الافقي قصير الاجل المكسور 130 يزيد من الضعف. والناس اللي متابعه قديم وفاكره كان في مثلث متماثل كنمط سعري استمراري حاصل في سهم انفيديا. قمة المثلث تعتبر منطقة دعم مهمة، وإن كانت بمرور الوقت تناقصت وتضاءلت أهميتها، لكنها ما زالت كدعم موجودة، وجاري اختبار بل وتهديد هذا الدعم. وكسر ال 120 لأسفل بإغلاق يومي معناه زيادة في الضعف وزيادة في الخطر واستمرارية في تخفيف المراكز الافتراضية المفتوحة، بل والتخارج من المراكز الافتراضية المفتوحة إذا ما كان المتبقي قليل لا يسمح التجزئة، وانتظار السهم حول مناطق $100 تزيد وتنقص $5 في كل اتجاه، 105، 100، 95، حزمة مقدارها تقريبا $10 فيما بين الدعم والمقاومة، لأنه مناطق المية تعتبر أولا دعم سيكولوجي ناهيك على أنها في نفس الوقت كانت دعما فنيا أسبوعيا طويل الأجل. خلي بالك بقى، على الإطار الزمني الطويل ممكن جدا يقوم السهم بتكوين قيعان حول أي مناطق فيما بين 110 و100، ويسمح لنا هذا القاع المستجد إن شاء الله برسم خط الاتجاه بزاوية ميل أقل. فمش معنى إن انفيديا على ضعف وفي حركة تصحيحية هابطة أو في موجة دافعة لأسفل على الإطار الزمني القصير تصحيحية، مش معنى كده كله إن السهم بينهار وإن السهم الاتجاه الصاعد منه تم القضاء عليه. لسه بدري على الكلام ده، وإن كان في ضعف لكن بدري قوي على انك تقول ان انفيديا اتغير الاتجاه الصاعد الى اتجاه هابط على الاطار الزمني الطويل. لكن على الاطار الزمني القصير طبعا في مشاكل، ومشاكل قوية كمان، لان حتى اذا ما تمكن سهم انفيديا من الثبات فوق ال 120
فأقصى الطموحات إنه يرجع تاني ل 129 أو ال 140، فيما ربما يكون اتجاه عرضي بحزمة مختلفة شوية كدعم عند 120 ومقاومة عند 140، لكن إنه يلاحق خط الاتجاه الصاعد المكسور اللي عمال يطلع وقيمه تزيد لأعلى، مطالب طبعا انفيديا عشان يرجع تاني للاتجاه الصاعد وكل السلبية دي تروح، إنه يطلع بسرعة جدا فوق هذا الخط. فدي طبعا عايزة نسب صعود قوية، يعني عايزة في اليوم الواحد ما لا يقل عن 7-8% كل يوم عشان يلحق يرجع فوق هذا الخط. مش القصد انه يسد الفجوة السعرية، لان في فجوات سعرية لا تسد ابدا او لا تملأ ابدا، لكن هنا اللي يهمني رجوعه فوق خط الاتجاه محتاج نسب متتالية ورا بعض سريعة لأعلى علشان يلحق زاوية الميل اللي بيطلع بيها خط الاتجاه وما يفوتهوش، وأراها صعبة. يبقى بالتالي نراقب كويس جدا خلال جلسات الأسبوع القادم 120، كسرها لأسفل أدعى للتخفيف من المراكز الافتراضية المتبقية المفتوحة، الإغلاق تحت منها كل يوم إضافي أدعى لذلك، وإلى ما أغلقت أيضا تحت ال 120 في ختام يوم الجمعة فهو أدعى مع افتتاح يوم الاثنين تحت ال 120 إلى ما حدث استمرارية التخارج. طبعا سابق جدا لأوانه الحديث عن متى تكون معاودة استرجاع الكميات الافتراضية المباعة في أي تداول ورقي في انفيديا، كلام سابق جدا لأوانه، لكن الأكيد إن احنا نتمنى إن الموضوع يكون تصحيح قصير الأجل ولا يتجاوز ذلك. قصير الأجل معناها قد إيه بقى؟ معناها ممكن من شهر لـ3، ده اللي بتقوله النظرية الخاصة بالإطارات الزمنية، من شهر لـ3 مش من يومين ولا 3 ولا 4 ولا 5. انا عملت الفيديو ده مخصوص وما فيهوش كلام كتير جديد عن انفيديا، لكن بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق ان شاء الله.